السلام عليكم، موقع بريكس زي ما احنا شايفين بيعمل لك تنظيم للمشروع بتاعك. ممكن تبدأ تعمل ستيج مراحل للمشروع بجدول زمني، وتقدر تضيف سبرينج جواه وتقدر تربطهم ببعض، وتقدر تعمل ليست او تاسكات. ممكن تعمل بورد بالشكل دوت، الحاجات اللي هي التو دو الأول، وبعد كده الحاجات اللي هي you are not allowed to switch the column. ممكن بعد كده to do تنقلها ل done أو doing بالشكل دوت وهكذا. وعندنا هنا التيبل بالعمليات، وبعد كده files ترفع الملفات، وmodels تشوف المشروع بتاعك 3D بالشكل دوت. امبورت تقدر تعمل امبورت التوبكس من، ممكن تاخد حاجات بي سي اف دي زي ملحوظات او كده، وفي تريلو ده موقع بيبقى فيه مهام تقدر تاخدها اوتوماتيك. دي الاعضاء بتاع الفريق، تقدر تضيف اعضاء تانيين. هنا الفرق العمل، تقدر تخلي كذا فريق، في فريق مثلا معماري، فريق انجيني، فريق كهروميكانيكال. هنا ورك فلو الترتيب للتاسكات وحاجات زي كده. عندي هنا الاعداد بتاعه السيتنج، بنلاقي بقى صوره المشروع، وبعد كده الديتيلز، الديسكريبشن، افراد المشروع، التيمز، البارامترز، الورك فلو، امبورت، ادفانسد. دي كلها حاجات بتقدر تنظم لك المشروع. ممكن تخلي المشروع ده بابليك للناس كلها، او تخليه برايفت. ممكن تلغي المشروع نفسه، ممكن تيجي هنا تصغر المساحة ديت، ممكن هنا تقول له انا عايز اطلع فوق وتعمل تشوف المشاريع كلها. تمام. هنا بقى الاعدادات بتاعت الحساب بتاعك، البروفايل، النيم، الادرس، اعضاء الفريق كلهم، الفيلانس. ده احنا شغلنا على فري فعشان كده عندك 3 اشخاص بس، انما انت ممكن تقول له مثلا لا ده انا عندي مثلا 50 واحد، فيطلع لك المبلغ بالدولار هوت. دي الفاتورة. تمام. ممكن تدخل بقى على ماي اكونت او تيجي هنا. طبعا هنا اللايبراري بتلاقي مشاريع جاهزة كمثال، الشغل هيبقى ماشي ازاي. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز ماي توبكس، فيشوف بقى اذا كان في حد بعت لك assign to me او حاجات تتعمل create by me، فتقدر تتحكم فيها. يعني ممكن تقول له assign to me وتبدأ تشوف المهام اللي مطلوبة منك وتدخل على الخصائص بتاعتها زي ما انت شايف. خلينا نرجع للحاجات المطلوبة مني. ممكن تقول له هنا my topics فتبدأ تظهر. دي organization، تقدر تعمل اكتر من organization في الشغل بتاعك، بحيث ان انت كل مشروع ممكن تقول ان هو تبع اني اورجانيزيشن، او في ايه الاورجانيزيشنز اللي شغاله في المشروع دوت.